اليوم عندنا بشاركه مع جمعيه لمسات خير وقلب كبير، حمله ديال تبرع الدم. كما كتعرفوا هذه الماده الحيويه اللي كيحتاجها جميع المغاربه، والصراحه ما عندناش ثقافه ديال التبرع بالدم. حنا كمجتمع مدني دائما كنحاولوا نعملوا هذه المبادرات اللي الحمد لله بالنسبه لنا كتلقى اقبال كثير. ودائما النداء ديالي هو ما كرهناش كل مقاطعه يكون فيها مركز واحد مدينة طنجة غير كافي، مركز يكون في بني مكادة، مركز في السواني، مركز في مقاطعة دنبوغة، ومركز في مقاطعة طنجة المدينة. ماشي شي حاجة كبيرة. راه الناس الهدف من هذه المبادرة، الهدف هو مبادرة ونوفروا أكبر مادة ديال الدم كيحتاجوها الناس. أنتم كتشوفوا الحوادث السير بزاف في المغرب وكيحتاجوا هذه المادة هذه. وإن شاء الله اليوم نوصلوا 150 بوشيت اللي هي قالت لي الطبيبه سابقه، يعني عمره ما وصلت شي جمعيه 150. وكنتمناو من الله يوفقنا ونوصلوا لها ان شاء الله. هذا عمل خيري وعمل انساني، علاش الانسان كيعطي قطره ديال الدم وكينقذ بزاف ديال الناس، فهمتي؟ هذا عمل خيري خص جميع المغاربه يتطوعوا فيه، لا من رجال ولا من نساء، باش تنقذ واحد اخر. هذا هو العمل اللي خصك تعمل. السلام عليكم. بعد شكرا لجريده الطنجاوي اللي كتكون دائما مركبة الأحداث بحال هذه اللي هي تبرع بالدم في مدينة طنجة، لأن المغرب بصفة عامة كيعرف واحد الخصاص ديال الدم، ومدينة طنجة بصفة خاصة. كنوجه لكم النداء باش تجيو تبرعوا بالدم، راه اللي كيعطي الدم ديالو راه ما شاء الله صراحة فيها حسنة كبيرة وخير كبير. شحال الناس كيتخوفوا من هذه المسألة ديال الدم، عندك يعطي الدم، هو الله عند الله سبحان الله العظيم، يعني ملي كتعطي الدم كيخلف من بعد دغيا. وقضية دي أن اللي عنده الدم بزاف ولا لا، الدم ديال الإنسان في 5 لتر، وخمسة لتر ما كاين لا 6 ولا 10. ولهذا مرحبا بكم عند جمعية باخ الخير، تبرعوا بالدم في أي لحظة سواء اليوم أو في المرة المقبلة، راه هذا واحد الخير كبير. والسلام عليكم. دونك اليوم نتمنى بمشاركة مع جمعية لمسة خير وجمعية باقي الخير في طنجة، عملنا بحملة ديال التبرع بالدم ككل مرة. الحمد لله إلى حدود الساعة أنه كاين واحد التوافد كبير ديال الناس يجاو تبرعوا بالدم بهاد الفصيلة اللي راه يعني الساكنة ديال طنجة ولا الشمال خاصة كلهم كيعانيوا واحد النقص حاد فيه. صراحة عملية سهلة بزاف، عملية سهلة بزاف، الناس مخلوعين كيفاش يدوم عندي الدم أي شيء، خصوصا اللي كتعرف مدن الشمال خصص كبير ديال الدم. كندعوكم وكندعو الناس اللي باقي ما جاوش هنا ينشرح هولندا قدام بلاصة جديدة يجيو تبرعوا بالدم. العملية مستمرة حتى من 5 العشية وباقي الخير. الهدف من هذه المبادره هو اننا ننشر الثقافه ديال التبرع، وكيف ما كتشوفوا الحمد لله كان اقبال على هذه المبادره، يعني جاوا بزاف ديال الناس سواء اصدقاء ديالنا اللي شافوا لي بوست عن طريق الفيسبوك او الناس اللي كنعرفوهم، فالحمد لله كان اقبال كبير. وهذا هو الهدف، هو اننا الناس يجوا يتبرعوا، لان كاين ناس اخرين محتاجين الدم ديالنا. فالتبرع بالدم هو تبرع بالحياه لشخص اخر، وكنتمنوا للمجتمع المدني انه يمشي على هذه الخطوه هذه، ويكونوا ان شاء الله مبادرات اخرى باش نقدروا اننا نلبيو الحاجيات ديال هذا المركز، لانه هو المركز الوحيد اللي كاين في المدينه. فالحمد لله نقدروا نقولوا بان المبادره يعني نجحت 81%، وباقي ان شاء الله الرحله مستمره. اللي بغى يلتحق بنا مرحبا به. فكنشكروا الفعاليه الجمعويه بمدينه طنجه، وكنشكروا المنابر الاعلاميه هي. فالله يجازي كل واحد بخير، والله يتقبل ان شاء الله منا جميعا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.